صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ معكم دكتور باسم جراح تجميل، عم بحكي بسلسلة التغذية البرانش الثاني من سلسلة التغذية عن فيتامين د وأثاره بالجسم. أضفت واحد بس فيتامين بي، وتابعيني بالبعدون لتشوفوا شو عم بحكي. القسم الأول كان عن الرزومة الدموية، تابعوها مفيدة جدا. القسم الثاني فيتامين د، وخصوصا بعصر كورونا. تمام، هلا هذا الفيديو هو وصفتي، انا رح انقله، عم بنقل احيانا من بعض المقالات واعطي رايي فيها، لانه عاده المقاله دائما في كثير وجهات نظر بتلعب بالموضوع. هلا بالنسبه لاشعه الشمس حكينا، يعني في اوقات معينه للتعرض لاشعه الشمس، الوقت اللي بتكون فيه الشمس عموديه على الارض، فهي مو الوقت المناسب ابدا. قبلها وقت بدك تعرض للشمس بتكون فترة التعرض كافية، لكن انه كمان ما تكون تأثر طعم الشيخوخة بالبشرة. رح نكمل بهذا الفيديو، رح اعمل بعده فيديو ثاني ماذا تسبب اشعة الشمس لك بالذات، وكيف تستفيد شخصيا من تعرضك المباشر لها. افسح المجال لاشعة الشمس بالدخول، لا شك أنك أدركت الآن أهمية الشمس للحياة على الأرض. أكيد وقد علمت أنها توفر الحرارة والنور والطعام، وأن قواها تحرك عناصر الطبيعة الجبارة، ولكن ماذا تفعل أشعة الشمس لك بالذات، وكيف تستفيد شخصيا من تعرضك المباشر لها. منذ الأيام الأولى للتاريخ البشري عبد الناس الشمس، وحضارات بأكملها رأت في الشمس حاكما مطلقا للكون ومعطي ومعادد للحياة. واليوم لا نعبد نحن الشمس مثل ما عبدها أجدادنا الأقدمين، وإنما نعبد خالق الشمس، ولكننا نميز بوضوح أهميتها وقوتها. كلام سليم. أشعة الشمس واللياقة البدنية. أثبتت الفحوصات أن التعرض باعتدال لأشعة الشمس بإمكانه أن يساعد في تخفيض ضغط الدم، يحسن اللياقة البدنية والنشاط الجسماني بوجه عام، كما بإمكانه أن يزيد مقدار تحملك للضغوط. هلا بالمجمل هون شو المقصود؟ عادة بالمجمل وقت اللي تنام، عادة عند الأشخاص اللي عندهم اكتئاب، تمام، اللي عندهم اكتئاب يفضل ما يناموا بغرفة مظلمة، يناموا مع ضوء موجود. هذا له علاقة بإفراز الهرمونات بالجسم، وكمان نفس الشيء بالنسبة لأشعة الشمس. تشوفوا أحيانا واحد يجي، إذا إجى لعنده شخص وكان مكتئب، بتشوفه نايم بغرفة مظلمة، أول شيء بيعمل وشو بيعمل؟ يفتح الشباك ويشيل الستاير، يفتح الشباك ليجي الشمس. الشمس لها علاقة بمزاجك، فهذا المقصود. بإمكان الحمام الشمسي أن يزيد من قابلية دمك لحمل وتمرير الأكسجين، ويساعد في تخفيض معدل العرق وتعميق التنفس مع معدل نبضات أقل للقلب. وعندما يحدث هذا، فإن العضلات الهيكلية مثل تلك الموجودة في ذراعيك وقدميك تمنحان كمية أكبر من الدم. أشعة الشمس والكوليسترول. عندما تنعكس أشعة الشمس غير المصفات على جسمك، تبدأ عملية تحويل الكوليسترول في الجلد إلى فيتامين د، ويتم الاستعادة عن الكوليسترول المحول هكذا كوليسترول آخر في مجرى الدم. وهذا التحويل والاستعادة يمكن أن يسبب تخفيضا كبيرا في مستوى الكوليسترول لدي. وهذه أخبار سارة، خصوصا إذا كنت قلقا حول ارتفاع مستوى الكوليسترول. طبعا شيء لا أكيد هذا ما نكافئه تماما، لازم تربطه أكيد بجهد عضلي أكثر لتحرق الكوليسترول الموجود. أشعة الشمس تقاوم المرض. تم أيضا اكتشاف حقيقة كون أشعة الشمس قد تزيد من تحملك للضغوط إلنا، وتقوي في الواقع مقاومة جسمك للالتهابات، كما تحميك من المرض عن طريق قتل البكتيريا الضارة على جلدك، نعم، وتزيد من عدد الخلايا المقاومة للمرض في جسمك. ويمكن لأشعة الشمس حتى أن تقتل كائنات المرض الحية السابحة في الهواء. أشعة الشمس كوسيلة علاجية. توصل فريق من الباحثين إلى أن أشعة الشمس الطبيعية لها تأثير علاجي على الجسم، حتى إلى درجة شفاء القروح، كما دلت دراستهم أيضا على أن هناك ارتباط بين التعرض لأشعة الشمس وانخفاض نسبة حدوث النخر في الأسنان. وقد أظهرت الدراسات الإحصائية في أمريكا الشمالية أن معدلات الموت بمرض السرطان أقل، حيث يتعرض الناس باعتدال لأشعة الشمس. طبعا هون عم نربطها مع فيتامين د، حتى مشاكل بالاسنان الا مشاكل العظام والمفاصل، وترسب الكالسيوم بالعظام وترسب الكالسيوم بالاسنان اكيد. النخر فيتامين د له علاقه، ومن زمان بعرف هالشغله، انه فيتامين د كنت اخذ زيت سمك، فمستوى النخر بالاسنان كان لدرجه
متدنية. إذا الشمس هي الأفضل، يقضي الكثير من الناس وقتا طويلا داخل بيوتهم تحت نور الأضواء الاصطناعية. هلا بالمجمل وضمن اللي عم نحكي بالنسبة للشمس وأشعتها، لازم نحن نوازن بين تعرضنا للشمس وبالمقابل ما يعني التعرض للشمس ضمن باعتدال، وأشعة الشمس تكون معتدلة، مو إنه بدرجات الحرارة المرتفعة. في بعض المناطق درجات الحرارة المرتفعة بتوصل ل 50 درجة 48 درجة، فهي مو مناسبة. هذا اللي بدي أحكي عنه. مثل ما قلنا أن الضوء الصناعي يساهم في ارتفاع حوادث الإصابة بالزكام والالتهابات الرئوية، كما تؤثر على إنجازات الطالب في المدرسة والعامل في وظيفته، والبقاء لساعات طويلة داخل الأماكن المغلقة من شأن أن يؤثر سلبيا على ميولك ونفسيتك. وأشعة الشمس بالمقابل يبدأ أنها ترفع من معنوياتك وتدخل بهجة إلى نفسك، هذا ولا شك اعتبار واقعي ربما أنت مررت به أو اختبرته بنفسك. هلا بالمجمل عم يحكوا هون على الحمام الشمسي، أنا ما كتير معه، أنا ما كتير معه إنه عم يقولوا إنه تتعرض للشمس. أكيد لما تتعرض للشمس من هلا لازم تحط كريم واقي شمسي، كريم واقي شمسي أكيد مش رح يساعدك، أنا مو معه. قبل أن تعرض نفسك لأشعة الشمس ابدأ بغسل جسمك بالماء، بيقولوا هاي صح. لا تستعمل الصابون مثل ما حكينا، قد يترك طبقة غشائية على جلدك. هلا بالمجمل إنه مو انه قصة الصابون بيترك طبقة غشائية، حتى لو نظفت بعد الصابون، ولكن هو بيزيل الطبقة الدهنية الموجودة على الجلد اللي هي بدها تشكل الكوليسترول اللي هو الأساسي مشان المجموع. فأنا حمام الشمسي المنطقة وسط ما بين انك تعمل حمام شمسي أو لا. عم يقولوا انه لا تستعمل زيوت كريمات او مستحضرات سائله، فقد تكون ضاره بجسمك لدرجه انها قد تسبب حروقا جلديه خطيره. فاذا كان جسمك يحترق بالشمس بسهوله او يجف بسرعه، اقضي فقط في هذه الحاله وقتا اقل من تحت الشمس الى ان يتكيف جسمك. اذا كنت ابيض البشره اشقر او ذو شعر احمر، ابدا بتعريض نفسك لفتره قصيره جدا، واذا كانت الشمس في كبد السماء تكفي دقيقتين، او اذا كنت حمضي البشره فبامكانك ان تزيد فتره تعرضك للشمس. زد مدة تعرضك للشمس نحو دقيقة في كل يوم، وإذا أصبح لون جسمك قرمزيا بعد عدة ساعات من تعرضك للشمس، توقف عن الزيادة في وقت تعرضك للشمس إلى أن يتاح لك المجال للتأقلم، فقد تحتاج أن تزيد الوقت ببطء أكبر. هون عم نحكي عن تصنيف البشرات، في تصنيف للجلد هو تصنيف فيتس باتريك، هو درجة الميلانين أو كمية الميلانين الموجودة بالجلد، ووقت بتتعرض للشمس، شو قديش بتعمل برونزاج وقديش بالمقابل بتحترق. كل ما كانت البشرة ما فيها ميلانين، يعني بكون ممكن يكون الشعر أحمر أو أحمر عام والبشرة بيضاء، فأما وقت بتعرض العيون بالمجمل قد تكون زرقاء فاتحة، وقت تعرض للشمس ما بتعمل برونزاج بتحترق. فدرجة التعرض أو درجة أنه تحول جلدك للون أسمر أو برونزاج أو تحترق، هني هذول المعيارين للتصنيف. بالأيام الحارة عرض جسمك للشمس قبل أن تصل الحرارة إلى قمتها، وهذا يمنح الجفاف. تذكر أن الأشعة فوق البنفسجية بإمكانها أن تنعكس وترتد إليك من فوق الثلج أو الرمل، وبالتالي تزيد من تعرضك لها، وهذا يفسر سبب احتراق جلدك بالشمس. حتى وأنت جالس تحت مظلة الشاطئ تذكر ذلك، أن الجلد المسبل يصاب بحروق الشمس أسرع من الجلد الجاف. عادة الشمس طاقة، فمثلا نحن عنا اللي بيعمل مثلا تقشير أو أي إجراء نمنعه عن الشمس، في منهم بيجوا بيقولوا لك أنا ما تعرضت للشمس، ممكن قاعد عند على الشرفة على البرندة ولكن منعكس الطاقة، أو حتى هو لما بالسيارة إذا ما فيها معنى في ماء مضبوط مفيمة، فبترتد أشعة الشمس، الشمس طاقة وبتنعكس وبتسبب تصبغات. لست بحاجة لكي تحد تعرضك للشمس على شهور فصل الصيف فقط، بل افعل ذلك أيضا في فصل الشتاء كلما ظهرت الشمس في الأفق، والسر في الأمر هو أنك أن تجد مكانا محميا من الريح ومعرض لأشعة الشمس.
هلا بالنسبة للحروق الشمسية، إذا تعرضت لأشعة الشمس لفترة طويلة وأصيب جلدك بحروق، جرب العلاجات الطبيعية البسيطة. هلا يعني ممكن تستخدم الألوفيرا، تمام، ممكن الألوفيرا، ما بصير تعمل تقشير للجلد، ما مع الزيوت. أنا شيء مذكور هون رح أذكره أنا، بس أنا كمان ما معه بالفيديو. الوقت اللي بدك تستخدم زيوت مثل زيت الزيتون لازم ما تتعرض بعدها للشمس، لأنه قد يترك تصبغ. هاد بالمجمل، أنه أشعة الشمس وفوائدها أكيد بتدمر البكتيريا. بيقولوا البيت الذي يدخله الشمس لا يدخله طبيب، وبالمقابل بيقولوا كل تفاحة كل يوم تبعد عنك الطبيب. هاد بالمجمل الأساسي بالنسبة لهذا الفيديو. أنا حبيت أنقله مع بعض تعليقات، يمكن ينزل البوست تحته مثل ما هو، ولكن تابعوا الفيديو. الفيديو اللي بعده راح يكون عن فيتامين د وكيف تأثيره وكيف راح ناخده. حاكي كتير أنا تقريبا قبل عن مستوياته العلاجية. هيك هاد بالمجمل. الفيديو التالي في بعض الأشياء رح تكون ممكن مكررة، ولكن عم حاول أجمع لكم كتير من الحقائق. وهيك أهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. أعملوا لايك للفيديو، الفيديو عادي ولكن هو الرابط، ممكن تحسوا المعلومات اللي فيه مو كتيرة، ولكن هو الرابط للفيديوهات اللاحقة والتالية والسابقة، فضروري ينذكر. اعملوا لايك، اشتركوا بالقناة، اعملوا شير. اهلا وسهلا.